سنة 97 كانت الإذاعية الكبيرة نادية صالح رئيسة إذاعة الشرق الأوسط بتفكر إنها تعمل أدعية دينية بأصوات المطربين الشباب. ومين وقتها كان أنجح من عمرو دياب؟ نجم الشباب اللي مكسر الدنيا واخد جائزة الورلد ميوزك أورد وواصل للعالمية. الحقيقة إن نادية صالح بتقول إنها كانت مترددة جدا وهي بتكلم عمرو وبتطلب منه الطلب ده لأن كانت متوقعة إنه يرفض. لكن الغريب إنها أول ما كلمت عمرو رد عليها في التليفون وقال لها أنا اللي بشكر حضرتك جدا على الدعوة دي لأنك هتخليني أحقق حلم والدي. اللي ناس كتير ما تعرفوش ان والد عمرو دياب اللي توفى في مطلع التسعينات كان بيحلم ان ابنه يقدم دعاء ديني في مسيرته، حاجه كده يقدر يختم بيها مسيرته او تبقى علامه مضيئه في المسيره المشرفه دي. والحقيقه ان عمرو دياب اول ما اتعرضت عليه الفكره قرر يكلم الشاعر مجدي النجار وكتب كلمات الدعاء وهو لحنها بنفسه واهداها للاذاعه. لكن كان في نقطه واحده فاصله وفارقه في الموضوع وهي اذن الشيخ الشعراوي. هقول لك ليه. الاذاعيه ناديه صالح كانت بتفكر انه الاغنيه اللي عاملها عمرو دياب او الدعاء ده يتذاع كبدايه ونهايه لدعاء يومي بيقوله الشيخ الشعراوي قبل صلاه المغرب على موجات الاذاعه. وقتها اتصلت بالشيخ الشعراوي وطلبت منه الإذن في أنه يوافق على أن عمرو دياب هو اللي يقدم البداية والنهاية بصوته من خلال أغنية يا نور على نور. والمفاجأة أن الشيخ الشعراوي وافق جدا وبارك الموضوع وقال لها أن عمرو دياب فنان ناجح وشاب مؤثر في الناس فممكن يبقى إضافة للمشروع ده ومش هيبقى مانع خالص أن عمرو يغني بداية ونهاية الدعاء اللي بيقوله الشيخ الشعراوي.